الأيام اللي تمر علينا يا تكون زينة أو شينة، لكن هل سألت نفسك كيف بيكون يومك لو اختفت عليك الشمس؟ نحن نعيش على كوكب الأرض كجزء من النظام الشمسي، وكل الكواكب في النظام الشمسي تدور حول الشمس بسبب مجال جاذبيتها، وتحصل على الضوء والحرارة من هذا النجم الرائع. إذا فجأة توقفت علينا هالأمور الثلاث، جاذبية الشمس، الضوء والحرارة، فبتغير كل شيء في نظامنا الشمسي، وبيكون يوم سيء لجميع الناس والحياة على كوكب الأرض، وأكيد بتغير أولوياتك بسرعة. تدرون؟ إذا اختفت علينا الشمس ما بنعرف عنها إلا بعد 8 دقائق ونص، لأن هذا الوقت اللي يستغرق ضوء الشمس إنه يوصل كوكبنا. حتى إذا اختفت الشمس الحين ما بنعرف عنها إلا بعد هذا الفيديو، وبيكون عندك وقت تتصل بربعك وتشيكون على الانستغرام، وبعدين بتبدأ أثار بالظهور. قبل كل شيء، أشعة الشمس اللي تعطينا الضوء والحرارة إذا توقفت بتظلم علينا الدنيا. والجو بيبرد بطريقة غير طبيعية وبسرعة خيالية. لكن بتقولوا لي سعيد، معنا الكهرباء وبترول، هاي اللي بيعطونا الضوء والحرارة، لكن هذا كله بينتهي بوقت قصير جدا. اوه، الكهرباء قطعت ومحمد وعبد فوق. يا لهوي. وطبعا انتوا اكيد عارفين ان الليل والنهار سببه مو بان الشمس بتشرق او بتغرب، السبب هو ان الارض يدور حول نفسه، وتشوف الشمس فتره وفتره تختفي مثلي انا الحين. الجزء الثاني هي مجال جاذبيه الشمس، والسبب الوحيد ان الارض تدور حوله، وإذا هذا توقف في لحظة واحدة فإن الأرض ببساطة بيستمر بخط منعوج في الفضاء. وما بيكون لا عنا لا أيام ولا فصول ولا حتى سنوات، والشخص الوحيد اللي بيستفيد من هذا هو ربيعك اللي دائما يتأخر على المواعيد، يقول لك شمس ما شيء، لا أيام ولا فصول. I was late because I went to go get some chicken wings. That's why I was late. جميع أشكال الحياة على الأرض موجودة على أساس السلسلة الغذائية، واللي تبدأ من عملية تمثيل الضوئي، وهذا يعني أن النباتات تحصل على الضوء من الشمس، والكلوروفيل ينتج الأكسجين والمواد الغذائية للنباتات، واللي بالطبع يتم نقلها إلى جميع الحيوانات والحشرات وحتى البكتيريا. بدون الشمس كل هذا بينتهي، وبنحتاج لبعض المواد الغذائية المخزونة في البيوت بس عشان نعيش. لكن في نهاية المطاف ما بيكون هناك أي طريقة عشان نقدر ننتج هذه الأغذية، والحياة على الأرض بتنتهي في ظلام بارد. نحن دائما نعتقد أن الفضاء ما له أي علاقة بنا، ولكن من بعد هذا الفيديو والمعلومة أنتوا شو رأيكم؟ ولهذا السبب يوم نصحى من النوم لازم نكون سعيدين لرؤية الشمس، لأن من دونه ما بيكون هناك أي شيء ولا حتى هذا الفيديو.